مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا، ويا رب دايما دايما طريقنا كله نور وحياتنا كلها نور، زي ما عنوان برنامجنا نرى نورا مأخوذ من المزمور الشهير بنورك نرى نورا. حلقتنا النهاردة حلقة من الحلقات الهامة جدا والمفرحة والمريحة، حلقة بعنوان الغفران. الغفران هذا الاسم اللي يعني الكلمة الغفران لوحدها تدي سلام فرح، يا ما ناس بتدور على الكلمة دي يعني. واحنا النهاردة هنتكلم عن كلمة جميلة، لحظة أو ساعة أو اليوم اللي انت تتأكد فيه ان ربنا بيقول لك مغفورة ليك خطاياك، يا على السعادة. حلقتنا النهاردة بعنوان الغفران، وسعيد جدا ان يكون لنا ضيف، عندنا ضيف غالي على قلبي، صديق وحبيب على قلبي وعلى قلوب المشاهدين، اخونا خادم الرب الاخ مجد رزق الله. اهلا بك يا اخويا. اهلا دكتور، يعني سعيد جدا بوجودك معنا. اشكرك، ربي يبارك. والموضوع موضوع الغفران موضوع جميل. طبعا موضوع الغفران الحقيقه الكلمه اللي بيتمناها ويحب يسمعها اي واحد في الدنيا في كل العالم، مغفوره لك خطاياك، من اروع الكلمات الحقيقه اللي على مسامع الناس، حاجه جميله يعني. ويعني بصراحه واحنا بنتكلم قبل الهوا، يعني الأفكار اللي ربنا حاططها على قلبك حاجة بدون يعني يعلم الرب بدون أي مجاملة، أفكار جميلة عزتني وفرحتني قبل ما ندخل هوا، فكم وكم أثناء الحلقة هيباركنا الرب بركة عظيمة. أمين بنعمة الرب. طيب أحبائي المشاهدين اسمعونا نقرأ كلمة الله، كلمة الله الحية والفعالة. خلينا نقرأ بعض الآيات عن هذا الموضوع. نقرأ أولا من إنجيل بحسب البشير مرقس وأصحاح 2 وعدد 5. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرقس 2 وعدد 5. فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفوره لك خطاياك. هنقرا تاني الايه دي. فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفوره لك خطاياك. ثم في انجيل بحسب البشير لوقا واصحاح 7 وعدد 47. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. ثم إنجيل لوقا برضو الآية العظيمة الرائعة وأصحاح 23 وعدد 34. أول عبارة قالها المسيح على الصليب، فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. مرة تاني، فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أخيرا من الرسالة إلى العبرانيين وأصحاح 9 وعدد 22 هذه الآية الشهيرة جدا في كلمة الله، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. آية دي يعني من أعمق الآيات، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مرة ثالثة، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لاحظتوا الأربع آيات اللي قريناها بتكلم عن الغفران. خلوني في البداية يا مرة تاني أرحب بضيفي الغالي الحبيب أخويا خادم الرب الأخ مجدي رزق الله. أهلا بك. أهلا يا دكتور. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الغفران في البداية عايز أسألك، يعني ليه اخترت موضوع الغفران بالذات؟ هو الغفران بيتمتع به المؤمنين لما بيتقابلوا مع الرب من البداية عند الصليب. صحيح. تاني حاجة احنا بنحتك ببعض، فأحيانا بتحصل إساءات بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض، فبنحتاج ان احنا زي ما الرب غفر لنا وزي ما هنعرف الغفران من المعنى الكتابي، نعم، محتاجين احنا كمان نغفر لبعضينا. تمام. ونسامح بعضينا، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني احنا باعتبارك خادم بتلفه واحنا بنلف، يعني بنتقابل مع اتنين اخوات بالجسد مثلا متخانقين مع بعض ومش بيسلموا على بعض بسبب الميراث، مرات زوج وزوجة، مرات أب وابن. وأنا عارف الكلام هيجي على الجرح لدى مشاهدين كتيرين ويتواصلوا معانا، فأيضا الغفران بيننا ما بين بعض مهم جدا.
بالظبط. فانا ما اقدرش اغفر غير لما اكون اتمتعت اولا بالغفران. صحيح. فالغفران من الناحيه الكتابيه ليه معاني كتير في كلمه الله، من ضمن مثلا المعاني لما بيقول في ميخا 7:19: يعود يرحمنا، يدوس اثامنا، وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم. فده تمام. معنى من ضمن المعاني، ان الرب بيطرح كل خطاياي في اعماق البحر، يعني سامحني بقى. يسامحني. كمان من ضمن المعاني: فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. فمش معناها برضو ان الرب ليه الله ما ظهر، عندوش وش وظهر. بالظبط، لكن هو رماها وراه، مش هيعود يبص عليها مرة تاني، خلاص بالنسبة له انتهت يعني. كمان من ضمن المعاني في أشعياء 44:22 بيقول: قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك. زي غيمة مشيت كده وانتهت. بالظبط. فالمحو يعني ملهاش أثر، ملهاش وجود. كمان من ضمن المعاني في مزمور 103 بيقول: كبعد المشرق من المغرب. فالمشرق والمغرب مش هيتلاقوا في وقت من الأوقات. تمام. فزي كبعد المشرق عن المغرب أبعد عن أبعد عنا معاصينا. معصينا، فمش هتعود تتلاقى في وقت من الأوقات تاني. فدي كمان من ضمن المعاني. الرب بيقول في عبرانيين 10:17: لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فالرب مش بيذكر خطاياي لأنه غفرها مرة وإلى الأبد. وده يعني حاجة، يعني أنا فعلا قابلت ناس كتير، وحضرتك طبعا يعني أسعد، يعني في ناس بتبذل كل مجهود. حضرتك كنت بتقول لي في الطريق عن بعض الديانات زي البوذية والهندوسية بيبذلوا مجهود رهيب عشان يحصلوا على الغفران ده وما بيعرفوش. بالظبط. طبعا كل الناس بتتمنى الغفران، كل الناس نفسها تحصل على الغفران، بس طبعا الطرق والوسائل غير اللي مكتوب في كلمة الله واللي مكتوب في الكتاب المقدس. ففي ناس بتحاول تحصل على الغفران من خلال الصدقات، الصلوات، الأصوام، كأنه الحاجات بيستجدي اللي ربنا، او يعني سوري متأسف اللي بقوله، يعني بيرشي ربنا بحاجات عشان يغفر له، بالظبط. وده شيء مش في لكن مش الكتاب. ده الفكر الكتابي يعني. هو الرب دبر قصة الغفران دي من بداية السقوط حتى يعني. طب احنا بس قبل ما نتكلم عن، يعني حضرتك عرفت ما هو الغفران، قلت انه المسامحة، وانه قلت آيات جميلة زي كبعد المشرق عن المغرب وكده. طب علشان بس نحدد للناس، انك قلت في البداية انه انا ربنا بيغفر لي فبغفر للناس، فايه انواع الغفران علشان بس نبقى لما نتكلم على غفران الله لينا وبعدين نتكلم على غفران بعضنا البعض، ايه ما هي انواع الغفران؟ في 5 أنواع للغفران الحقيقة. الغفران الأبدي أنا بتمتع بيه لما بلتقي مع المسيح عند الصليب. يعني ايه ابدي؟ الأبدي يعني: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنها قد غفرت لكم جميع الخطايا من أجل اسمه. يا سلام. فيوم ما بنتقابل مع المسيح عند الصليب اللي حمل خطايانا في جسده بتوبة حقيقية وبرجوع حقيقي من القلب، في الوقت ده الرب بيغفر لي خطاياك، زي ما سمعنا في لوقا 7: مغفورة لك خطاياك. وفي مرقس الرب قال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك. يعني حلوة انه قال لراجل وقال لست، قال علشان لراجل ما وقال حدش يقول. لست. حلوة الآية: مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. هو الحقيقة ذكر مرتين القصة دي، لامرأة في لوقا 7 وللمفلوج في مرقس 2، وقالها الرب في أولى العبارات على الصليب للكل بقى، للكل حتى للأعداء يعني. هو قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا. وأظن إن يفعل. العبارة دي هي اللي خلت اللص التائب يتوب. هي طبعا عملت في قلبه انه سمع ازاي انه في البدايه كل اللص التائب العذاب كان زي التاني بيهاجمه. كانوا بيعايروا الرب من البدايه هما الاثنين. الاثنين مع بعض، لكن لما تلامست نعمه الله مع اللص التائب قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وبرضه دي من العبارات اللي اثرت فيه اكيد. أكيد. اكيد ما هي دي نقطه الفارق، يعني هي بعد ما قال دي على طول الراجل اتغير. هو يعني غالبا بعد العبارات اللي قالها الرب من البدايه: يا أبتاه اغفر لهم، اتلمست نعمه الله معاه، فحس ان المسيح مش اي حد، له المجد، له كل المجد. فاحنا عندنا احنا خمس بنتكلم على انواع الغفران، انواع الغفران، 5 أنواع من الغفران. النوع الاولاني الغفران الابدي. صحيح. ده لما بلتقي مع المسيح عند الصليب بتغفر خطاياي بالرجوع الحقيقي والتوبه الحقيقيه. تمام. الغفران الثاني الغفران الابوي، والغفران ده لرد شركة المؤمنين. يعني وضح لنا شوية. أوضح، يعني لما بيقول الرسول يوحنا في الرسالة الأولى:
نكتب إليكم هذا لكي يكون لكم شركة معنا. فإحنا شركتنا مع الأب ومع ابنه، أحيانا الشركة دي تتعطل بسبب خطأ ما في حياتي. مؤمن حقيقي عايش مع المسيح زل زل في خطيئة. زل عمل خطأ فتنقطع الشركة. بتمتع بالغفران الأبوي لما باجي للأب واعترف بخطيتي في اسم أنا الرب اعترفنا يسوع، إن بخطايانا فهو. اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا يعني ويقربنا من الغفران كل اسم. الأبدي دي أول مرة بتقابل مع الله، دي خط مرة بعيد بقى لسه أول مرة أتعرف بقى. مرة وإلى الأبد، لكن تمام. في الطريق أحيانا بزل أحيانا بخطأ، تمام. فبتنقطع الشركة. تمام. عشان تسترد الشركة وتمتع بالغفران الأبوي فأنا برجع بتوبة للرب وبقول له إن أنا غلطت في الموقف الفلاني، تترد الشركة بتاعتي. جميل، ده النوع الثاني. ده النوع التاني. النوع التالت الغفران الأخوي اللي الرب قال عليه في إنجيل متى، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. وده مهم جدا في الايام دي، واكيد هي يعني اتمنى يا اخويا مجدي ناخد وقت فيه. أمين بنعمة الرب. الغفران الأخوي، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، تمام إن سمع منك فقد ربحت أخاك. تمام. فأنا بيحصل موقف بروح عاتب اخويا. للمخطئ بقول له أنت غلطت في الموقف، فأنا جاي عاتبك بروح المحبة مش عشان حاجة لكن عشان أستردك، عشان اربحه، عشان أستردك وعشان أربحه. مش فقد رايح ربحت علشان أخاك. اهينه ولا ضايقه. بالظبط كده، قد ربحت اخاك، قد يعني ربحت أخاك. هدف ان انا عاتبه علشان اربحه. تمام. الغفران الرابع الغفران الكنسي، ده بتمارسه الكنيسة في حالة وجود خطأ في حياة المؤمن، الشخص المؤمن اللي في الجماعة اللي اتكتب عنه في كورنثوس الأولى 5، وحصل إن الأخ ده اتعزل من الشركة لكن ردت شركته بعد الرجوع الكنيسة وكده. ليها سلطان، لأنه ما ينفعش مثلا واحد يكون مسؤول في كنيسة ويعيش في الخطية، بالظبط. أو مش يعيش، لأن المؤمن لا يعيش في الخطية، يزل ويستمر في حاجة معينة لفترة، لازم الكنيسة توجهه. بالظبط. آخر غفران الغفران النفسي، يعني أنا لازم أغفر لنفسي، أو اللي بيقول عنه في عبرين 10 مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. الغفران الشخصي يعني. الغفران طب الشخصي وضحه ده، أوضحه، يعني يعني جميلة الحتة دي. أحيانا أنا طبعا عارف إن الرب غفر لي لكن أحيانا أقعد وقت كبير أقول أنا مش قادر أغفر لنفسي، أنا عملت الخطأ الفلاني، وأفضل أفكر نفسي بالخطأ ويكون الفلاني الله غفره لي وانا والرب ما، غفر لي خلاص وإلى الأبد، بقعد شايل عقدة الذنب وده ممكن يرجعني لورا تاني. بالظبط كده. يعني لما انا اقعد اتذكر الحاجات دي على طول على طول قدامي. بالظبط. صحيح. فأنا محتاج أغفر لنفسي، أسامح نفسي. اذا هناك 5 انواع من الغفران، 5 انواع من عدهم لنا الغفران. مرة تاني. الغفران الأبدي عند الصليب بتقابل مع المسيح كالفادي والمخلص. تمام. الغفران الأبوي لرد الشركة. الغفران الأخوي في حالة وجود خطأ بين أخ وأخيه. الغفران الكنسي. الغفران الشخصي، بغفر لنفسي لأن الرب غفر لي. تمام. دول 5 انواع من الغفران. تمام. أحبائي المشاهدين، يعني الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الغفران، وأتمنى يعني إن كل التليفونات والمشاركات سواء عن طريق الأرقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشة أو عن طريق الفيسبوك برنامج نرى نورا بالإنجليزي أو نرى بالعربي برنامج نرى نورا أو نرى نورا بروجرام بالإنجليزي، تقدر تدخل لو التليفونات مشغولة اكتب لينا تعليقك في طلبة صلاتك واحنا نتواصل معك. طيب ده كان كلمة عن ما هو الغفران ثم أنواع الغفران. احنا ممكن نتكلم على أساس الغفران. الغفران ليه أساس؟ زي ما قلنا من البداية كان في أساس للغفران، الله دبر الخلاص لأبوينا الأولين في الجنة، فآدم وحواء لما هذا أخطأوا. بتكلم عن الغفران كله بقى دلوقتي. آه. بالذات الغفران الأبدي، ايه الاساس بتاعه؟ الاساس بتاع الغفران ان من البدايه لما اخطا ادم وحواء الله عمل اقمصه من جلد والبسهما. تمام. دي الوسيله بتاعت الاقتراب الى الله في سفر التكوين اصحاح 3. وقايين وهابيل في تقديمهم لقرابينهم وذبايحهم بتشوف هابيل قدم ذبيحه بحسب فكر الرب لكن قايين قدم من ثمار الارض، فالرب قبل ذبيحه هابيل ولم يقبل ذبيحه قايين لان مش بحسب الفكر الكتابي اللي الرب رسمه من البدايه في الجنه. نمشي شويه نلاقي الفدا في خروف الفصح خروج 12 13، يكون لكم الدم على البيوت التي انتم فيها فارى الدم واعبر عنكم. نمشي يعني مثلا حضرتك بتتكلم على الايه اللي قريناها بتفسرها من التكوين من اول سقوط ابونا ادم اللي هي بدون سفك دم لاخر ايات، ده الخط اللي ماشي في الكتاب كله من البدايه
حتى النهاية، فنمشي نلاقي كل ذبائح العهد القديم، حضرتك ذكرت آدم وحواء، هابيل، إسحاق في تكوين 22 طبعا في كبش ممسك كان في الغابة من قرنيه تقدم بدل إسحاق، تمام، خروف الفصح في خروج 12 أرى الدم وأعبر عنكم، كل ذبائح سفر اللاواء بيتكلمنا عن المسيح. ده كان الفكر اللي موجود في العهد القديم، إلى أن جاء الرب يسوع ويوحنا المعمدان شهد عنه في يوحنا 1:29 هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. طيب والحقيقة ده الفكر الكتاب اللي كان موجود على طول الخط. تمام، ناخد تليفون جيهان، ليها فترة معانا بس من أول الحلقة ونكمل. ألو أختنا جيهان. مساء الخير. مساء النور يا أخت جيهان، أهلا بيكي. أهلا بك دكتور بتبعي. أنا جيهان اللي اتصلت من فترة وقلت لكم أنا حامل من بعد ما أنا رحت ملل كتير ودورت على طفل وما لقيتش وكده، فالرب يسوع أشكره إني عطاني دنيال وهو نايم جنبي اهو. اسمه ايه تاني؟ تاني يا جيهان. نقذه يوم العيد دميان، لبست يوم العيد، واشكر الرب يسوع خالص خالص خالص. يا سلام. الرب عطاني دميان من بعد 10 سنين. الف مبروك يا ام دميان، يعني ده حاجه جميله بتشجعينا عن استجابه الصلاه في اول الحلقه بتاعتنا. اتصلت بينا كان دايما الحمد لله. حصلت تاني اني سميت دميان عشان ربنا نقذه في بطني، كان قدامه ساعات بسيطه وكان شرب الميه كلها في بطني، فالرب قال سميه دميان عشان انا نقذته في بطني في دميان زي ما نقذته في جب الاسود. سميتيه دميان ولا دانيال؟ دميان. دميان دانيال دانيال. يا سلام يا سلام يا سلام يا ام دانيال، ويعني بارككم. وقناه الكارما دي قناه ليها دور كبير خالص في حياتي وحياه اسرتي. يا ام دانيال يعني اولا مبروك، ثانيا يا رب يخليكم، ثانيا شكرا انك بتشجعينا بتشهدي عن استجابه الصلاه، ثالثا تسميتك لابنك دانيال زي مثلا يعني بتتمثلي بنساء الكتاب المقدس العظيمات اللي مثلا حنا سمت ابنها صموئيل لانها ضاعت من الرب، سمت ابنها دانيال لان ربنا نجاه على اخر لحظه، قالت اللي نجى دانيال من جبل الاسود. يعني نشكر الرب، الرب تقول لها كلمه يا بنبارك لها طبعا. انا كنت عاوزه اصلي له يعني هو جنبي كده. حاضر يعني حاضر حلوه. حاضر الاخ مجدي هيقول لك كلمه بس اتفضل. يعني احنا بنبارك لك الف مبروك وان شاء الرب كده يطرح لك البركه فيه ويكون سبب بركه ويكون اسم على مسمى يعني في اسم الرب. امين في اسم صلي لها يا اخ مجدي. يا رب احنا بنشكرك لاجل عطاياك وهباتك التي هي بلا ندامه، نشكرك مكتوب البنون ميراث من عند الرب، ثمره البطن اجره. احنا بنعظمك لاجل استجابه الصلاه ولاجل امتك ام دانيال ولأجل الولد، بنصلي لأجل طفولته وحياته، بنصلي أنك تقدس ليك من الطفولة يا رب المجد. إلى مجيئك يكون خادم ليك يكرمك ويمجد اسمك في اسم الرب يسوع. شكرا أختنا جيهان أم دانيال، يعني صدقيني فرحتي قلبنا مع أول تليفون، يعني أشكر الرب جدا. معنا كمان أندرو عادل بعت لنا على الفيسبوك طلب الصلاة من أجل مرقص. اسف ده الكنترول روم، متاسف جدا. طلبت صلاه من اجل مرقص ومارينا للتصالح ولاجل اخويا وحل المشكله. شكرا اخواتنا الكنترول روم، شكرا اخويا اندرو اللي بتبعت لنا، يعني الناس اللي ما بتقدرش تدخل بتتصل بالكنترول روم وهم بيبعتوا لي على الفيسبوك الطلبات. شكرا مره تاني اندرو، وهنصلي في نهايه الحلقه لاجل كل الطلبات. معانا بنت الرب من الشرقيه، اهلا يا بنت الرب. الو الو اهلا بيك يا بنت الرب. اهلا بحضرتك يا دكتور زكريا، ازي حضرتك؟ الله يخليك اتفضلي. انا كنت حابه اشارك بحاجه في موضوع الغفران. روعه اتفضلي. بالنسبه للغفران البعض، ويمكن دي النقطه اللي بتفرق مع ناس كتير. صحيح. مش معنى الغفران ان عشان الناس بس بيختلط عليها الحته دي، مش معنى اني بغفر لحد اساء ليا اني هنسى الموقف تماما، لان احنا بني ادمين مخنا. يا بنت الرب انت، يا بنت الرب انت كنت بتتجسسي علينا قبل الكنترول، قبل الهوا واحنا قاعدين قبل ما نطلع الهوا. يعلم ربنا ده اللي كنا بنحكيه كانك كنت معانا. اتفضلي، ده كلام صح 100%. اتفضلي. فكنت بقول ان الفكره كلها ان انا كحد فهم يعني ايه غفران واختبر يعني ايه غفران، اني انا دايما عارفه ان انا كل خطيه،
مهما اعمل انا كل خطيه، لان الانسان مولود بالخطيه اصلا. صح. فطول ما انا واخده بالي من الحته دي هبني التمس العذر لاخويا وابتدي انسى الوجع اللي من الموقف، مش شرط انسى الموقف. صح. لكن انا بنسى الوجع اللي من الموقف او المرار اللي سببه لي الموقف. تمام. واكبر دليل على الكلام ده ان الرب نفسه لكل المجد على الصليب التمس العذر للناس وقال اغفر لهم لانهم لا يعلمون، مش لانهم قاصدين يعملوا كده، لانهم لا يعلمون. فدي بتفرق كتير، ان المؤمن الحقيقي بجد اللي اختبر يعني ايه غفران دايما حاطط على قلبه ان هو انا بلتمس العذر لاخويا، اكيد كان متضايق، اكيد كان في حاجه شغلاه. فدي حته بتقع مننا كلنا كمؤمنين. بنت الرب من مشاكل في الكنائس. بنت الرب من الشرقيه، خليكي معايا، لان احنا كنا بنتكلم قبل الحلقه، خليكي معايا هقول لك احنا كنا بنقول ايه، وعايز برضو اخونا مجدي يتكلم. انا كزكريا استورو للاسف وعظت مرات زمان وانا شاب صغير بمثل انجليزي كان بيقول when I forgive I forget، يعني حينما اغفر لابد ان انسى. وكنت بقول للناس معنى الغفران الاخوي انك تنسى اللي عمله، بس لما جيت اطبق ده في حياتي لقيت اني مش قادر انسى، لانه عشان انسى لازم يحصل لي الزهايمر، يعني لازم اعيا. انا فاكر، فالغفران مش معناته اني انسى، لكن معناته اني لا اعود اذكر. هتقول لي ايه الفلسفه دي؟ لا، هو ربنا لا يذكر على اي، لا يوجد ايه ان الله نسي، لكن الله غفر. هتقول لي طب ما في بحر النسيان ورماها دي ترنيمه، لكن مش ما فيش ايه ان الله بينسى. فهي زي ما حضرتك قلتي، انا فاكر الموقف لكني التمس العذر واغفر. هذا هو الكتاب، يعني المثل اللي كنا بنوعظ بيه ما طلعش ايه، والكتاب هو الكتاب. مش لازم انسى، ما اقدرش، يعني والله لا، ما فيش ايه في الكتاب المقدس بتقول الله نسي. الله حاشا ان الله يحصل له الزهايمر، حاشا يعني، او انه ينسى. الميموري بتاع الله ذاكره قويه جدا ومش ممكن تنسى، لكنه هو بيطرحها ورا ظهره، يعني مش هيرضى يشوفها، لكن مش نسي. تقول ايه؟ يعني احنا هي سبقتنا لسه نتكلم عن الغفران الاخوي، بس خلينا نتكلم في الحته دي. اللي هي نقطه مهمه طبعا، ان انا مش بنسى الخطيه، لكن بنسى ان كان في اساءه، والاساءه دي حصلت وعملت جرح جوايا. لكن الغفران ان مش بتنساها زي ما حضرتها بتقول الاخت. ف بنت الرب من الشرقيه بالظبط، فانا مش هنسى الخطا، ما اقدر، هو لكن ان غفرت من قلبي. واذا في مشاهدين قدروا ينسوا يتصلوا بينا ويقولوا لنا، يبقى احنا غلطانين. بس انا بقول كتاب، انا شخصيا بغفر، لكن ببقى فاكر انه ده حصل الموقف ده، بس انا بحبه. لكن لا يسبب لي اي الم ولا الم ولا حاجه خالص. بالظبط كده. بنت الرب من الشرقيه عندك تعليق تاني؟ كمان في حاجه كمان يا دكتور زكريا بعد اذنك. اتفضلي. لما انا ببقى فاكر الموقف، فلما بيجي مثلا الشخص قدامي اللي حصل معايا لاني فاكر الموقف، فانا عن طريق الغفران للي حصل ببتدي اتجند لغة الحوار اللي كنا بنتكلم بيها مثلا، او روعة روعة روعة، ابعد عن النقطة دي لو انا فعلا عندي نية الغفران. صح. يعني كون ان انا غفرت رغم ان انا متذكر، ده هيديني حكمة في التعامل مع الشخص علشان ما اعملش الحاجة اللي بتؤدي الى هذا الخلاف. بالظبط كده. شكرا بنت الرب من الشرقية، سبقتينا بنقطة جميلة، وانا عارف ان في بعض المشاهدين هيختلفوا معانا في الفكرة، وبكل سرور نقبل ارائكم، ويا ربي اذا في طريقه ننسى رائع. لكن هو الغفران معناه اني حتى لو انا فاكر بنسى، اسف، بغفر، وبقول انا بحب الشخص ده رغم انه حدث منه كده. نكمل في اساس الغفران. تمام. الحقيقه احنا قلنا عن احنا اتكلمنا ما هو الغفران، ما هو الغفران، وبعدين ذكرت خمس انواع للغفران، الغفران ثم اساس الغفران. اساس الغفران الحقيقه ازاي الرب دبر الخلاص الى ان جاء الرب يسوع. برضو عايز اقول فكره في بطرس الاولى واحد. طب بس معلش قبلها قول لنا، ذكرنا يعني في اساس الغفران كنت اتكلمت كلام جميل على ان ده فكر الله زي خط قرمزي، حبل دموي قرمزي، لان بدون سبب كده من البدايه ذكرنا عن الاقمصه اللي من جلد في الجنه، يعني الله عمل ذبيحه عملها
لآدم وحواء، اتكلمنا عن هابيل قدم ذبيحه وعشان كده ربنا قبله، اتكلمنا عن اسحاق في تكوين 22 ووجد كبش ممسك في الغابه، وخروج 12 يكون لكم الدم علامه على البيوت التي انتم فيها ارى الدم واعبر عنكم. تمام. وقلنا كل ذبائح العهد القديم بتتكلم عن سفر لاويين كله ذبائح بالظبط بتتكلم عن الرب يسوع، الى ان جاء الرب يسوع حمل الله الذي يرفع خطيئة وشافوا المعمدان في يوحنا 1:29 هو ذا حمل الله. بس برضو في نقطة يعني حد ممكن يقول يعني ربنا غفر في العهد القديم والذبائح كانت ذبائح ناقصة يعني أقل قيمة من الإنسان فعش تفدي الإنسان. تمام. لكن الله كان بينظر إلى عمل المسيح، فبيقول في بطرس الأولى 1 إن عالمين إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. رائع رائع. كمان أشار الرسول في رسالة العبرانيين إن كان دم سيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكان بالحري دم المسيح الذي بروح أزل قدم نفسه لله. فالحقيقة دم المسيح قدم في الزمان لما جاء ملء الزمان وموت المسيح على الصليب وسفك دمه فعليا في الزمان على الصليب، لكن عمل المسيح أمام الله من الأزل وإلى الأبد. لا وضحها تاني دي. يعني احنا قلنا بطرس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، المسيح بروح أزلي قدم نفسه لله. بروح أزلي يعني أزلي. يعني المسيح ودمه معروف سابق قبل تأسيس قبل العالم. تأسيس العالم. يعني الله كان عارف إن الإنسان هيغلط وهيكون المسيح هو الذبيحة الكفارية. بالظبط. فعمل المسيح أزلا أمام الله من الأزل وإلى الأبد، لأن الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. اللي هي من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة أو خطايا السالفين بإمهال الله. تمام. فالله سامح الناس دولة على أساس ذبيحة المسيح، ومع أنها كانت لسه ما كانتش، لكن الله زي واحد مثلا بيشبهوها بيروح لبقال ويقول له بياخد على الحساب، هات على الحساب إلى أنه يجي أول الشهر ويدفع له، لغاية لما جه الرب يسوع وكل الذبائح دي كانت تشير إلى عمل المسيح وذبيحة المسيح. فعمل المسيح أزلا أمام الله، فده كان الخط اللي مرسوم من البداية. إلى حتى في سفر الرؤيا هيرنم المؤمنين في رؤيا 5 هيقولوا للرب أحبنا ومش بس غسلنا لكن إحنا اشترينا لله بدم المسيح، ودي الترنيمة اللي هتبقى إلى أبد الأبدين. كلام معنا. رائع جدا. ناخد مكالمة ونرجع تاني. الفكرة بروح أزلي قدم نفسه لله ودم المسيح المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. دي عن الغفران من أعمق الحاجات اللي هنرجع لها تاني. أمين. بس أختنا أخونا يونان من بني سويف، أهلا بك يا أخوي يونان. صحيح. ألو. أهلا وسهلا يا حبيبي، حضرتك على الهواء يا اخويا يونان، اتفضل. انا معاك. يونان اقف في مكان شبكه كويسه. حضرتك بتكلمني من موبايل وغالبا المكان اللي انت فيه الشبكه مش كويسه. ايوه انا كده كده كويس يا زكريا. كده كويس يا يونان يا جميل، اتفضل. انا عايز اسلم على اخ مجدي. اهلا حبيبي. ازيك اخ مجد؟ انا يونان. اهلا اهلا. ازيك اخونا يونان، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. وحشنا اخ مجد. ربنا يباركك يا حبيبي. اتفضل يا اخ يونان، قول مشاركتك يا اخ يونان. اتفضل. الو الو اخ مجد. يا اخونا يونان، موضوع جميل اللي انت بتتكلم فيه دوت. تمام، قول مشاركتك يا يونان عشان الوقت. انا الاخ مجد عارف موقفي. انا كنت شغال فتح فاطر واعمل، وبعدين حصل معايا موقف من 5 شهور، فانا عايز الناس تسامحني وعايز الخروج ليا. نصلي لاجلك يعني. والاخ مجد يصلي من اجل ليه طلب الصلاه عند الاخ مجد، عشان انا لسه من غير شغل وعايز الرب يتمجد معايا واشتغل وكده. امين يا اخونا يونان. امين امين. صلي لاجل شغله دلوقتي. امين امين. يا رب احنا بنباركك بنشكرك لاجل اخونا يونان، بنستودعه بين ايديك من كل وجه يا رب. انت اغلقت باب لكنك تفتح ابواب يا رب. بنصلي لاجل حياته ولاجل اسرته ولاجل اولاده ولاجل انك تفتح باب للعمل لاجل اخونا يونان في اسم الرب يسوع. امين امين. طيب معانا فلورا من المنيا. اهلا بك يا اخت فلورا. اهلا
الو، اهلا بيك يا اخت فلورا، اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور، ازيك؟ الله يخليك، اتفضلي علشان الوقت بتاعنا مزنوق يا اخت فلورا، اتفضلي. ماشي يا دكتور. انا على فكره يا دكتور، موضوع الغفران ده موضوع مهم خالص. تمام. انا بختلف مع بنت الرب اللي مش شرقيه. بتختلفي معاها؟ انا موضوع الغفران دوت مرتبط بالمحبه. تمام. بما ان انا حبيت يبقى لازم غفران كامل. لا، ما هي ما قالتش غفران ناقص. غفران كامل. انا اخويا واختي مش قادرة اغسل ليهم، فازاي بقى او نفتكر الاشياء لا، هي ما قالت يا اخت فلورا. حضرتك كويس انك اتصلتي، علشان كل المشاهدين اللي فهموا الموضوع غلط يتظبطوا. هي ما قالتش غفران ناقص، هي قالت غفران كامل. انا بفتكر ان في موقف حصل بيني ما بينه، ولكن انا سامحته. لكن هل انا اقدر انسى؟ يعني انت مثلا حد اساء اليك، حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل كتير. طب يبقى اديكي فاكره ما حصل. يعني اديكي فاكره ان حد اساء اليك. اوقات كتير بنسى الموقف، بنسى الموقف تمام. ماشي. انت يعني لما بشوف الشخص قدامي عادي كأن ما فيش حاجه خالص، بتحبيه؟ ما انا صح. ما هو معنى الغفران يا اختي فلورا ان احنا بنسامح وبنغفر وبنحب. لكن انت اديكي بقول لك حد اساء اليك، قلت لي يعني فاكره ان حصل موقف ان حد اساء، لكن انت مسامحه من قلبك، ده الموضوع. شكرا اختنا فلورا، وشكرا. يعني شوف هذه الاخت الفاضله، ده اللي قلنا انه حلو ان لئلا يفهم غلط ان احنا بنتكلم على غفران ناقص، ان انا يعني ما انساش يبقى انا ناقص. لا، انا بغفر تماما واحب وشركه تمام التمام بالزبط. بس يعني بعرف انه حصل، وكمان انا بيحصل مني اساءات للاخرين، وبفتكر يعني بالزبط. بفتكر ان انا اسأت لاخويا، وببقى حساس جدا في المره الجايه عشان انا اسأت ليه. هو سامحني وكل حاجه، بس مش معنى كده ان انا هقعد كل شويه تمادى اسيء ليه. تمادى في الخطأ. الحقيقه هو مبني على النعمه، يعني الغفران للاخرين ده مبني على النعمه، زي ما انا الرب سامحنا بالنعمه انا لازم اسامح. وضح مش وضح اوضح اوضح الكلام. اصل يعني احنا دلوقتي بنكلم ناس بسيطه، يعني النعمه. امين. يعني هو الرب لما سامحني من مطلق نعمته، يعني برضه مش بالعدل، لان لو بالعدل انا استحق الطرح في جهنم الى الابد. لكن الله في نعمته وفي محبته غفر لي، لانه خد الثمن من اخر، دفع ثمن خطاياي على الصليب، المسيح توصل بالظبط. فانا لما بسامح من مطلق النعمه اللي انا اتمتعت بيها. صحيح. فانا مش يعني احسان لمن لا يستحق، مش بسامح في استحقاق الشخص قد ما انا بسامح وبغفر في النعمه اللي وصلت لي. النعمه دي كمان متجهه للاخر. النعمه معناها احسان لمن لا يستحق. بالظبط كده، النعمه معناها احسان لمن لا يستحق الاحسان. فانا بغفر على مبدا النعمه زي ما اتغفر لي. تمام. احنا بس نرجع تاني، لسه بنتكلم عن اساس الغفران. اساس الغفران، احنا اتكلمنا على المسيح وعمله، هو ازلا امام الله. اساس الغفران في الكتاب الحقيقه دم المسيح. تمام. بيقول في افسس 1:7: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فالفداء بالدم والغفران بالدم. فالناموس حتى بشهاده عبرانيين 9:22: كل شيء تقريبا يتطهر حسب وانت الناموس بتقول بالدم. الناموس، قول يعني قوانين اللي نزلها ربنا لموسى عشان بس نسهل على الناس. حاضر. القانون بتاع العهد القديم او الشريعه اللي نزلت في العهد القديم، تمام، بتقول ان كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفره. صحيح. فمش اجره الخطيه اعمال صالحه، ومش اجره الخطيه صلوات وصدقات، لكن اجره الخطيه سفك دم، موت. اجره الخطيه موت، والمسيح مات في الصليب وسفك دمه في الصليب عشان يقدم لي غفران الهي كامل. يبقى حضرتك بتتكلم على اساس الغفران هو الدم، دم المسيح، دم وليس المسيح. اي شيء اخر. بالظبط. الحاجه الثانيه نعمه الله. نعمه الله الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا يعني حسب غنى نعمته. يعني بعض يعني مع كل احترامي مثلا لبعض الهنود علشان تتغفر خطاياهم بيمشوا اميال على مسامير مثلا وطقوس صعبه جدا، او بيحج مثلا يمشي مش عارف كذا سنه يروح مكان معبد هندوسي او حاجه كده عشان تغفر خطاياه. بالظبط. فهنا كاني اساس الغفران عنده انه يمشي مثلا 200 كيلو
حافي على مسامير او على ارض سخنه. حضرتك بتقول ده غلط، ده مش الفكر الالهي. صح، يعني احنا بنقول مش الفكر الالهي، لان اجره الخطيه قلنا موت، مش ماشي مئات الاميال ولا تعذيب الجسد ولا تعذيب. ولا واحد مثلا يقول لك انا هدفع 200 الف جنيه للفقراء ولا كده وشاريهم بطاطين في البرد ولا كده، مش اجره الخطيه بطاطين. طب بس هو كويس ولا وحش؟ انا شخصيا هو كويس انه يعمل، ويمكن كده هو بيتابعني ربي، يعني يا رب يعمل فينا كلنا. هو بيدفع 250 الف جنيه كل شتويه للفقراء في الصعيد، بعدين ربنا مبارك شغله مليونير، بعدين لما بتكلم معاه عن التوبه والصليب يقول لي بص انا ما فهمش في الموضوع ده، انا ادفع بطاطين، انا ادفع فلوس واجيب بطاطين، بس حكايه دم المسيح والصليب مسيحي هو، بس انا ما فهمش في ده. وقال لي بصراحه انا عايش مع كذا واحده، ده مش فكري خالص يعني. انا بنقول لك الفكره. انا بقول يعني هل الغفران الخطايا بالبطاطين؟ طب يعني واحد عمل جريمه قتل واعترف قدام المحكمه انه قتل، كويس، المحكمه تحكم بايه الجريمه؟ يعني الاعتراف سيد الادله. الجريمه حصلت ومعترف، فهي تحكم عليه بالاعدام، تحكم عليه بالمؤبد. لكن لو هو قال انا هعمل ملجا للايتام مثلا بمليون جنيه مش بمليون، هذا القاتل، هل المحكمه تقول له براءه ومع السلامه؟ يقولوا له اعمل ملجا بس هتعدم برضه. القانون الارض بياخد حقه، لكن القانون الالهي برضه لا، ليه حقه. ايه حقه؟ حقه ان القانون الالهي روميه 6:23 اجره الخطيه هي موت، وحزقيال 18 النفس التي تخطئ هي تموت. كويس، ده القانون الالهي ومش هيتغير. تمام. فالمسيح لما حبنا الله لم يشفق على ابنه، روميه 8 بيقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. تمام. فهل الله على الصليب اشفق على المسيح؟ لا. اللي كان حامل خطايانا ويمثلنا. لا. امام عداله الله. لا، لكن يعني نفذ حكم الموت. اذا تقصد افس 2 يعني بالنعمه انتم مخلصون. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية كمل. الله. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعدين يكمل بقى الأعمال تيجي بعد نتيجة للإيمان. نتيجة للإيمان بعد الإيمان. يعني البطاطين تيجي بعد ما توب. مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة. بس أنا مش بقول له بطل بطاطين، بص هو لو ما تابش مش جاب بطاطين على فكرة كويس بيكس الناس، والله يكافئه على الأرض. يعني هو بيدفع، هو بيقول لي 250 ألف جنيه ربنا بيردهم لي ملايين فلوس. بالظبط، يعني هو بيدي بطاطين ربنا بيديله فلوس، هيكافئوا أرضيا الرب. تمام. لكن الأبدية غفران الخطايا مش بالبطاطين، الأبدية تمنها غفران المسيح وموت المسيح. يتوب، ولازم يتوب، ولازم يقدم توبة حقيقية، ده لا فصال فيه. يعني أنا ممكن خلال حضرتك توصل له برسالة عاجلة انه ده لازم يبقى فيه توبة حقيقية. انا بوصل له وبوصل لكل مشاهد ووصل لنفسي. بالظبط، انا اول واحد محتاج انه افهم ده. البطاطين بعد بعد الايمان، بعد التوبة لكن هو اخرج ما تابش وقدم بطاطين، كويس ولا وحش؟ لا متأسف، هو يقدم كويس بس مش هيرضى الله. مش هيقبل الله انه يدخل السماء بالبطاطين، مش هيقبل. لكن البطاطين هتفيد الناس. هتفيد الناس، لكن مش والله يكافوا على الأرض. مش الوسيلة بتاعت ربنا. والله على الأرض هيفتح له وهيدي له والمصانع هتشتغل. 250 ألف هيدي له ملايين بدلها. روعة. لكن الموت ده لابد. موت المسيح كان على الصليب وسفك دمه لغفران الخطايا. زي قايين قدم حاجات لربنا. هو الحقيقة يعني أنا بعتبر أن قايين تعب أكتر من هابيل. يعني هابيل جاب من أبقار غنم، ومن سمانة ما تعبش زي اللي حرت الأرض وزرع الأرض وزرع الأرض. وجاب تفاح قال لربنا كل موز. ما كلش. كل قلقاس. لأنه مش الطريقة اللي ربنا عايزها. لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجرة الخطية ذبيحة وليس قلقاس. بالظبط. ولا مانجا. انا بتهيألي اقدم مانجا لربنا وانا بحب المانجا جدا. يا رب مانجا. قال له مانجا لا. لا ما ينفعش. ولا بطاطين. ما ينفعش للاسف يعني. وناس كتير بتمشي في السكه دي. الكتاب قال ويل لهم لانهم سلكوا طريقي. ده إن طريق محاولات عمي. ارضاء الله بطريقه اخرى اي طريقه اني احج في مكان معين اروح ازور الاباك المقدسه بركه كبيره بس مش ده اللي يغفر لي خطاياي. بالظبط. اني ادي فلوس بس ده مش يغفر لي خطاياي. في ناس مثلا بتقرا مثلا المزامير كلها، يقول انا اقرا المزامير كلها عشان ربنا يغفر لي. طبعا بركه انه يقرا المزامير. جميل. بس ما تابش وتغير مش هتغفر خطايا. بالظبط. يعني مره تاني بذكر حضراتكم انه تقدروا تواصلوا معانا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا
بالعربي او نرى نورا باللغه الانجليزيه، وبنعمه الرب هنجاوب ونصلي لاجل كل طلبات الصلاه. وكمان تقدر تواصلوا معانا عن طريق التليفونات اللي بتظهر قدام الشاشه قدام حضراتكم. اتكلمنا عن معنى الغفران وانواع الغفران واساس الغفران. في الاساس قلت الصليب والنعمه والتوبه، دم الرب يسوع، نعمه الله، توبه والرجوع الحقيقي، اخر حاجه اسم الرب يسوع وشخصه. يعني مثلا في متى 1:21 تدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. نعم. من خطاياهم. مثلا في بيت كرنيليوس في اعمال 10 الرسول بطرس قال له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. باسمه هنا شخصه وعمله وصليبه وفداءه. نقولها تاني الايه دي جميله جدا، اعمال 10:43 له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن باسمه، كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. باسم المسيح يعني شخصه وعمله وصليبه وفداءه وموته وقيامته وصعوده. تؤمن بكل ما يخص المسيح من بداية التجسد إلى الصعود. إيمان قلبي مغير. طيب معنا بنت الرب من الأقصر، أهلا بك يا بنت الرب. ألو، أهلا بك. معلش قطعت. طيب ده بالنسبة للأساس، أساس الغفران قلنا دم الرب يسوع، نعمة الله، نمرة ثلاثة شخص الرب يسوع المسيح. حتى الرسول برضه هو بيتكلم على شخص الرب واسمه، بيقول الرسول يوحنا في يوحنا الأولى 2 أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي. طيب. اسمه هنا برضه شخص. علشان طبعا هناخد وقت كويس في موضوع الغفران الأخوي، هقول لك طب ماشي، أنا حضرت الكلام اللي بتقولوه واني الاساس بتاع دم المسيح والنعمه وشخصه واسمه، ايه الطريقه اعمل ايه؟ يعني اتكلمنا ما هو الغفران، واتكلمنا عن انواع الغفران، واتكلمنا عن اساس الغفران، والحاجه الرابعه كيف تغفر خطايا، ايه الوسيله اللي يعني انا سمعنا واحد دلوقتي وقال انا عايز خطايا تغفر، المسيح مات، مصدق، اعمل ايه؟ أقبل عمل المسيح لأجلي. إزاي يعني؟ يعني الرسول بولس بيقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أعتبر أن حب الرب يسوع ده ليا أنا شخصيا، وأعتبر أن موت المسيح ليا أنا شخصيا. أسلم نفسه لأجلي يعني مات علشاني أنا. طبعا هو مات لأجل الجميع، لكن أخصص هذا الموت وهذا الفداء لأجلي أنا، وأرجع بتوبة حقيقية للرب، بندم على كل خطاياي، بتوب عنها وأنوي أن أعيش للرب، بكده أحصل على الغفران. زي المرأة اللي في لوقا 7 يقول كانت خاطئة، يعني هي لما نويت تيجي للرب الكتاب بيقول جاءت من ورائها أنها كانت خاطئة. كانت خاطئة يعني أول ما فكرت تيجي الرب كان عارف قلبها وعارف عواطفها وعارف محبتها وعارف دموعها وعارف اللي هتعمله، فجت وبكت. يعني البكاء ده هو دليل التوبة والرجوع، والرب قال لها في الآخر مغفورة لك خطاياك. طيب وصلتنا بعض طلبات الصلاة. بنت الرب، صلاة من أجل مشكلة في الميراث. نادر عنده صديد وأملاع الكلى، وصلاة من أجل وظيفة. ابن الرب، صلاة من أجل السكر وخلافات. أخت طلب الصلاة لأجل ابنها في أولى سنة ومش بيذاكر، ومن أجل مشكلة في رجلها في ركبتها الدكتور قال ملهاش علاج لكن ربنا عنده علاج. سامح ونجوى بيطلبوا صلاة لأجل زرع بشر. نادر زكريا بيطلب صلاة لأجل عناية مكرم قريب له، قريب له بيعمل عملية خطيرة في المخ في أسيوط. ثم طلبت صلاة من أجل مرقص ومارينا للتصالح ولأجل أخوها وحل المشكلة. كمان عندنا رسالة من أمجد، ربنا يبارككم يا دكتور زكريا. أمجد حفني وخدم الرب الأخ مجدي رزق الله. الغفران هو أن يسامح المرء شخص أساء إليه، والكلمة اليونانية المترجمة غفران في الكتاب تعني حرفيا التخلي عنه، كما عندما يتخلى الشخص عن حقه في المطالبة بدين ما. وقد استخدم يسوع هذا التشبيه حينما علم أتباعه أن يصلوا اغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من هو مديون لنا. كذلك في مثله عن العبد العديم الرحمة شبه يسوع الغفران بترك الدين. كلام جميل. يا رب انك بتعلمنا المحبة والغفران، صلوا من اجلي، ربنا يبارككم. ده يا امجد حفني كلام جميل جدا. طيب بنت الرب كمان قبل ما نطلع نقرق فاصل هناخد المكالمة دي. الو،
اهلا بيك يا بنت الرب من السويد. الو، الو، اهلا بيك. الو، ازيك دكتور زكريا؟ اهلا، كيفك؟ اهلا وسهلا، الو، الله يباركك. سامعني؟ جدا، اتفضلي. اوكي، انا لي مداخله معاكم. اتفضلي. الاخ اللي معاك بيتكلم عن غفران الخطايا والخطيه اجرتها الموت. صحيح. تمام؟ صح. الو؟ ايوه صح، ايوه، نعم. كلامك صح. ففي شخص، نعم، في شخص بقاله 20 سنه ماشي بالخطيه وماشي بعده بالخطيه، فحصلوش حاجه يعني. خليكي معانا، ده سؤال محترم قوي قوي قوي. اختنا من السويد بتكلم ان هو ماتش جسديا لسه، يعني هو الرب في اناته لا يصر بموت الخاطئ لكن ان يرجع عن طريقه فيحيا. وحتى الرسول بطرس بيقول في بطرس الثانية 3 احسبوا انات ربنا خلاصا. يعني بصي يا بنت الرب، بيقصد هو ان هو اجرة الخطية هو موت، ان هو حاليا ميت بالخطية، اللي عايش في الخطية ده ميت في الخطية، وبعدين هيموت موت جسد، وبعدين هيموت موت ابدي، اي الطرح في البحيره المتقده بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. اخونا خادم الرب مجدي بيقول لك ربنا مطول في عمره العشرين سنه على امل انه يتوب. انت معانا؟ الدنيا ماشيه طول معاه، ما حصلوش حاجه. ولا يهمك، لان ربنا مكتوب كان ومراته وماشي بالخطيه. عسل. بص يا بنت، ربنا فتحها عليه، ما حصلوش حاجه، روعه. انا عايزه اغفر له، انا خطرت له عند ربنا بس مش قادره اوصل له، اغفر له. يا بنت الرب خليكي يعني عشان ارتاح. يا بنت الرب في حاجتين حضرتك بتتكلمي فيها مختلفين. الحاجه الاولى هو ما حصلوش حاجه، الرب يسوع قال انه بيشرق، الله بيشرق شمسه على الاشرار والابرار. يعني ممكن واحد شرير تلاقي عنده فلوس وعايش في الزنا والمخدرات وابليس مخليله الدنيا عسل، ماشي، لكن زي الغني والعازر في في لوقا 16، بس لما مات رفع عينيه في الجحيم. يعني ربنا مكرمه علشان يتوب، لكن هو ما تابش، هيجي له يوم اسمه يوم الدينونه، نتمنى انه يتوب. دي حاجه. الحاجه الثانيه مشكلتك انت انك ما غفرتلهوش او غفرتيله، دي اللي بنتكلم فيها. اتفضلي يا بنت الرب. نعم، انا غفرت له، يعني غفرت له خطاياه، بس انا مش عارفه لو اتقبلت مني انه انا اغفر له. لا، اتقبلت الغفران. بص يا بنت الرب، طلب مباشره، لازم اوصل له مباشر اغفر له ولا ازاي؟ لا 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 لا، انت الفكره فكره قلبك، سمحتي خلاص، مش مطلوب اكتر من كده. يعني حكايه ان انا اروح اعاتبه، دي بين اتنين اخوه في الكنيسه، بس هو واحد عايش في النجاسه والخطيه زي ما حضرتك بتقولي، انا ما اقدرش اروح له اعاتبه. نعم. يعني مثلا افرض قاتل من الناس، نعم، اللي هم الارهابيين وقتل حد من، نعم، حبايبي، اروح اعاتبه؟ هذا قاتل، انا بسامحه لكن مش هعاتبه. يعني المعاتبه، نعم، وجها لوجه. نعم. دول اتنين في الكنيسه. حضرتك راجع القصه في، نعم، انجيل متى صح 18، هنا ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه. نعم. اي اتنين اخوه او اخوات في الكنيسه، لكن راجل شرير وانا ماشي شتمني او اتفل على وشي، هقول له ربنا يسامحك، لكن مش هروح اقعد معاه اعاتبه. بس الموضوع ده يعني عملنا جروح وقلق وتعبانين نفسيا كلنا بالبيت. صدقيني يعني يا بنت يعني الرب، ماشي بالخطيه وشايب البيت وشايب وعايش حياته مبسوط وما بيسالش. مبسوط؟ يتهيألك انه مبسوط. على فكره النجاسه والمخدرات مبسوط من بره بس مدمر من جوه، واغلب الناس اللي بيعيشوا كده بينتحروا، وان كانوا بيمثلوا السعاده لا قدر الله، انا اتمنى انهم يتوبوا، لكن لما ما بيتوبوش بيروحوا جهنم. وانا قابلت بعض منهم وهم بيموتوا قالوا ادي النار قدامنا، والمشاهدين اللي ضايقوا مني او يعتبروني غير دقيق هم احرار، بس ده سمعت بودني. دكتور عشرات زكريا، انا انتظرت 20 سنه وانتظر 20 سنه ثانيه، بس ده يعني صعب صعب، الامر صعب كثير، انا مش عارفه اتصرف ازاي. انا عايزه اطلب صلاه قويه يعني انه الرب يفتح قلبه ويكشف له على الخطيه اللي عم يعملها او بحقي بحق اولادي، يعني ده صعب صعب كثير.
ربنا يسامحه وربنا يقبله زي الابن اللي كان ضال ويرجع آمين. تاني لربنا وربنا يغفر له، وانت المهم انك انت تغفري له، واحنا هنصلي لاجله. بنت الرب من السويد. يعني نطلع فاصل نطلع. سريع آمين. في ترنيمة جميلة عن التوبة والغفران، وبعدها نواصل هذه الحلقة المهمة. ابقوا معنا، سيب الريموت كنترول، لان في كلام مهم جدا يخصك جاي في الحلقة الجميلة دي عن الغفران في برنامجك نرى نورا. فاصل ونرجع مرة أخرى. اسبي نفسي فيه، خليني معاك، خليني هنا على طول معاك. قربني ليه، الهب قلبي بيه. صلي الصلاة دي، اسبي نفسي فيه واحنا داخلين لمحضر ربنا. خليني هنا على طول معاك. قول له افتح وداني وافتح عينيا، نادي 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 عليا، نادي عليا، امسك ايديا افتح عينيا، خلينا اشوف عرشك سما، اشوفك يا رب النهارده. نادي عليا، نادي نادي عليا، امسك ايديا افتح عينيا، خلينا اشوف عرشك سما. خلاص خلاص مش عايز حاجة تاني، هو ده مكاني، ده عرشك في حضورك، مش عايز حد تاني. خلاص مش عايز حد تاني، هو ده أماني، أنا ساجد مبهور. عايز اكون معاك يا رب، خليني هنا على طول معاك. قربني ليه، الهب قلبي ليه، اسبي نفسي فيه، خليني هنا على طول. مرة كمان واحنا داخلين محضر ربنا، نادي عليا، نادي نادي عليا، اشوفك في الهيكلك يا رب، امسك ايدي افتح عيني، خليني اشوف عرشك سما، عايز اشوفك يا رب النهارده. نادي نادي عليا، امسك ايدي افتح عيني، خليني اشوف عرشك سما. خلاص مش عايز حاجة تاني، هو ده مكاني، قدام عرشك في حضورك، مش عايز حد تاني. خلاص مش عايز حد تاني، هو ده ما يسوع، أنا ساجد مقهور. ورجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين في حلقتكم في برنامجكم نرى نورا، حلقة بعنوان الغفران، وضيفي الغالي مجدي رزق الله خادم الإنجيل الجميل. أهلا بك يا دكتور. تكلمنا عن
ما هو الغفران؟ اتكلمنا عن أنواع الغفران، اتكلمنا عن أساس الغفران، واتكلمنا عن الوسيلة أو كيف أحصل عليه. احنا ممكن بقى نتكلم عن نتائج الغفران. يعني أنا نتائج غفران الله ليا. اتفضل. أنا كنت برضو عايز بس أعلق للبنت الرب اللي من السويد. يعني هي قالت أنا هستمر أصلي، يعني هغفر لمدة 20 سنة تاني يعني. فأمين الرب اديها طاقة ونعمة، لأن الموضوع ده من أصعب الحاجات على الطبيعة البشرية. هو واضح إنه كان شخص ليه علاقة، يعني ابنها، جوزها سابقا، أي حاجة من كده، لأنه هو واضح بتقول إن خطاياه أثرت على عيالها، فهو حد قريب، عم العيال، أبو العيال، يعني حاجة. أنا مش عايزها تفقد الأمل وتحطه قدام الرب، وأكيد الرب. ولكن هي كمان لو غفرت له مرة انتهت. يعني هي هتصلي لأجله مفروض 20 سنة علشان خاطر يتوب، الرب يجيبه لكن أمين. هي غفرت أمين. له مرة وإلى الأبد، خلاص مسامحة. أمين مش عايزها تيأس، يعني لأن الرب مش هيأس فيها. ما تيأس من نسبة لتوبته يعني. بالظبط كده، تمام. يعني أكيد الرب هيفضل، يعني الرب تمهل عليه 20 سنة عشان يرجعه، فهي كمان تستمر في الصلاة لأجله عشان الرب يجيبه. لأنه الرب قال زي ما بطرس قال له كم مرة يخطئ إلي يا أخي، قال له 70 مرة 7 مرة، 100% كمال الكمال هنا. تمام، هنتكلم عن الغفران الأخوي بعد نتائج الغفران، بس ناخد كم مكالمة معنا وهنوقف المكالمات شوية وندخل على نتائج الغفران ونبدأ على الغفران الأخوي اللي هو ده أهم حاجة، مع أن طبعا الغفران الأبدي أهم حاجة طبعا، بس يعني الناس موضوع الغفران الأخوي شغلها. خلينا ناخد سالي. أهلا بك يا أخت سنان سالي. ألو. أيوه أهلا بك يا سالي. عندي مداخلة بس بسيطة. هتفضلي. انا طبعا بتفق مع اختي بنت الرب من الشرقيه، بس مش هحكي في الموضوع ده كتير. انا عارفه ان موضوع الحلقه كان اصلا عن غفران الرب لينا، بس حابه اتكلم عن لو حد عنده مشكله مع انه مش قادر يغفر، حد جرحه مش قادر يغفر. بس سالي يعني سالي عايز اقول طرق عمليه كده. حلو جدا، بس قبلها انا ما سمعتش بتختلفي ولا تتفقي مع بنت الرب الشرقيه؟ لا بتفق معاها. روعه، اوكي اتفضلي. اول حاجه لازم اعرف اهميه الغفران. يعني انا لو انا ما غفرتش لحد فربنا مش هيغفر لي، ان لم تغفروا الناس ذاتهم لن يغفر، لا اللي يغفر لكم ابوكم السماوي ذاتكم. صح. فلازم اعرف ان انا الغفران مهم، لازم اغفر للاساءه دي. ثاني حاجه اصلي ان الرب يكشف لي لو في حد انا مش غفره له، يمكن انا مش حاسه او مش عارفه، فدي احيانا بتبقى مستخبيه، فلازم صح. الرب يكشف لي يقول في كذا انت مش غفراله، وبعدين اصلي ان بقى يعني تقصدي اثناء وقت الصلاه والخلوه بتاعتك فعلا. انا حصلت معايا كثيرا والرب قال لي انت لسه عندك حاجه في قلبك تجاه فلان او فلانه فلازم تغفر. حصل معايا انا كمان فعلا. صح. بعدين اصلي من اجل بقى الغفران، ربي يديني غفران او يديني ان انا قوه ان انا اغفر، يعني لأن هو محتاج قوة، يعني مش سهل لما يكون حد جارحني قوي أو حد سبب لي مشكلة، أو بيبقى صعب علي أوقات إن أنا أغفر يعني. صحيح. فمحتاجة قوة من الرب. رابع حاجة يعني أعمل عمل محبة، أو أنا بسميها كده، إن أنا أقدم محبة. أنا ممكن أتصل بالشخص دوت أقول له أنا بحبك، أو أعمل له هدية، أجيب له هدية حتى لو وردة، ده ممكن يصلح أي مشكلة. يا سلام يا سالي على الكلام. يا رب يا رب نعمل اللي بتقوليه، ده كلام جميل جدا جدا جدا. امين. تاني حاجه بقى، انا شخصيا اصلي ان الرب يفكرني لو انا اسأت لحد، ممكن اكون انا جرحت حد وانا مش واخده بالي. صح. فمش عايزه اكون سبب عثره لحد. دي كان حاجه كمان مهمه. ده 5 نقاط احلى من بعض يا سالي. ربي يبارككم ربي. لا شكرا شكرا، واحنا يعني شكرا لك سالي من مني. انا يعني اجمل حاجه نشكر الله في برنامجنا نارا نورا ان المشاهدين بتوعنا، نشكر الرب، يعني شوف يعني بيدخلوا في صميم الموضوع ويشاركوا مشاركات فعلا اضافيه مهدف. فده حاجه دليل على الوعي الكبير الروحي لدى المشاهدين، حاجه جميله جدا. نشكر الرب. انا مع الاخت سالي الحقيقه في كل الكلام اللي قالته، هو موضوع صعب قوي، لكن لابد من الصلاه. هي قالت الصلاه ان يكشف لي انا ما غفرتش لمين، ويكشف لي كمان انا اسأت لمين. دي يعني نقطه وأنا جميله. وانا كمان اصلي محتاج قوه عشان اغفر، يعني مش سهل ان انا اغفر للي اساء الي باي صوره من الصور، لكن محتاج قوه ومعونه خاصه من الرب
عشان يديني قوة أغفر بيها. تمام. طيب في مكالمة تاني ناخدها وبعدها ندخل في نتائج الغفران. بنت الرب من الأقصر، أهلا بك يا بنت الرب. ألو مساء الخير يا دكتور. أهلا بك وأسفين إن طولنا عليك. اتفضلي. ربنا يباركك يا دكتور. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا دلوقتي في شخص في كنيسة ما بيتسبب في أذى ليا، ومش بس أنا وأسرتي، فده اضطرني إني أسيب المكان ورحت مكان تاني، وبعد كده أطلقت غفران للشخص دوت، وبعد فترة لقيت الشخص ده بيعتذر. أنا الحقيقة افتقدت فعلا ندم وتاب عن اللي هو عمله في حقي أنا وأسرتي. بعد كده حاولت أتقرب منه تاني، لقيته لسه مستمر في الأذى، فاضطريت إني أبعد تاني. فكده ده غلط مش غفران، يعني ممكن يأثر على الغفران اني لازم اخسر واقرب له تاني. يعني تعرف في مكالمتك دي من احلى المداخلات وسؤال، يعني ليه لما انت سالتيه كان اكيد مش هناخد بالنا منه، بس ده سؤال مهم جدا. خليكي معانا يا بنت الرب. غفرت لشخص، هي بتخلق يعني هنا في نقطتين، الغفران والشركه المستمره مع الشخص، هل هو شيء واحد؟ يعني هي غفرت لشخص، سبت يعني اساء اليها ولاسرتها، اضطرت انها تغير الكنيسه، تروح كنيسه تاني عشان ما يحصلش الخلاف ده، سامحته، بعدين هو اعتذر، رجعت العلاقه تاني، بعد كده حصلت مشاكل تاني واساءه تاني، فهي بتبعد. هل غفرت بس بتبعد، هل ده عدم غفران؟ هو يعني انا كون ان غفرت مش معناها برضو ان انا افضل بكمل في الخطأ اللي كان قبل كده. لا يعني هل انا لازم اللي غفرت له مثلا يبقى صديقي؟ مش بالضروره يعني. مش بالضروره، لكن اتجنبه، ليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح، فانا اتجنبه لو هو هيسبب لي اذى. اسامحه بس يعني سامحه في حدود، مفيش شركة في العلاقه، قصدي الشركه، بتكلم على الشركه هنا. انت معايا بنت الرب في الاجابه دي؟ يعني عايزين نوضح بس للناس، انا يعني دايما بيسالوني السؤال بتاع بنت الرب ده بالذات في الاجتماعات، واحد بيتوب، فلما بيتوب بنقول له لازم تغفر للاساء اليك، فيروح يسامحهم، فبيقول لي طب انا دلوقتي كل ما برجع لهم تاني بيسببوا لي مشاكل، بعض منهم بيرجع لي الخطيه، بيشتمني، فبيسيء الي او بيضطرني لحاجه. طيب ممكن ارجع لكلام الرب لما بيقول ان اخطا لك اخوك، فطبعا ان ما سمعش ليك فبتاخد اتنين، ان ما سمعش خد الكنيسه، ان ما سمعش فليكن عندك كالوسنه والعشار. تمام، يعني بقاش في شركه، انا بتكلم هنا على الشركه. الغفران خلاص، انا اتكلم عن متى 18 عشان احنا بالزبط. بنقول من كلمه الله، لألا بعض الناس يقول لك احنا بنقول للناس اعتزلوا الناس، لا ما بنقولش كده. في الشركه ليتجنب الاسم، يعني مش انا بغفر له بس، تبقى العلاقات لها حدود. بالزبط. زمان البيوت ربنا كان بيقول لازم في سور على البيت، فمش لازم اللي انا غفرت له ابقى انا صديقه 24 ساعه. بالظبط، حتى يعني الرسول حتى بيتكلم عن المعلمين الكذبه، الرسول يوحنا بيقول لا تسلموا عليهم، بس دول اللي بينكروا لاهوت المسيح، دول المنكرين للاهوت المسيح. هنا في اذى واقع على الاخت، والاذى ده مستمر، فالافضل تعمل ايه الاخت؟ تسامح. هي تسامح وتغفر، لكن هنا لو الشركه معاه مع الشخص ده هتسبب ألم ليها، أنا مش بفضل، بس مش هخاصم. لا مش هخاصم طبعا، مش هخاصم، لأن هي رجعت الكنيسة تاني. صحيح، لكن برضو يبقى في فواصل في العلاقة، في حدود في العلاقة. حدود في العلاقة. في كتاب جميل على فكرة مترجم العربية اسمه الحدود، موجود في المكتبات المسيحية. الكتاب ده بيناقش القضية دي بالذات، يعني بيقول مش معنى الغفران إن أنا أسيب الدنيا، لازم يكون في حدود في العلاقات. لازم يبقى في فاصل طبعا، في حدود. يعني انا بغاف اغفر وسامح، لكن مش معنى كده ان اي حد انا بقعد معاه 24 ساعه، ممكن تبقى معاشرات رديئه. بالظبط، المعاشرات الرديئه تفسد. والرسول وصاهم برضو على خميره صغيره تخمر العجين. بالظبط.
طيب اتفضل بقى نتكلم عن نتائج الغفران. نتائج الغفران الحقيقه معلش يعني اتوقف عن التليفونات حتى 5 دقائق لغايه في عجاله. نتائج الغفران نمره واحد السعاده والفرح. انا غفران الله ليا بتملي بالسعاده والفرح زي ما قال داود في مزمور 32 طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئته. الغفران كمان بيولد جوايا الحب الكبير للرب. يعني الرب قال على المرأة الخاطئة في لوقا 7 غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. تمام. فحبي الكبير للرب غفرانه ليا بيولد جوايا الحب ليه وكمان الحب للآخرين عشان أقدر أغفر لهم. كمان من ضمن الحاجات التمتع بالسلام. لا قول الأولى. الأولى السعادة والفرح. أنا فرحت. طوبى للذي غفر. لما بيقول مغفور لك خطاياك ببقى أنا سعيد. يعني الخص الحبشي في أعمال 8 ذهب في طريقه فرح. حلو. تاني حاجة. تاني حاجة بيتملي قلبي بالحب للرب. أنا بحب الرب أكتر لما أعرف إنه غفر. بالظبط. غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. تمام. تالت حاجة بتمتع بالسلام الإلهي. قال لها برضه في نفس لوقا 7 اذهبي بسلام. يا سلام. إيمانك قد خلصك. يعني تلات بركات لو غفرت خطاياك. عايز المشاهد نفسي في نهاية الحلقة تجيني مكالمات من ناس يقولوا لي عايزين نصلي ان ربنا يغفر خطايا. امين. ودي اول ناس هنفتح لهم الهواء. يعني اي عدد يحب يصلي معانا ويقول له يا رب اغفر خطاياي يا رب انا بتوب احنا نفسنا نصلي معاك. امين. كمان ده بيولد جوايا الغفران للاخرين. يعني انا اللي اتغفر لي واللي اتمتعت بغفران الرب ليا بالنعمه انا كمان لما بيساء في حقي انا بقدم غفران للاخرين من حب يعني. تمام. غفران الاخرين ده اللي هنتكلم عنه ناخد مكالمة لكن قبل المكالمة هلا سامي. الغفران من أجمل على الفيسبوك من أجمل صفات ربنا. دايما بنقول لربنا يا رب أنا بمل من كلمة سامحني. بقول لربنا أنا بمل من كلمة سامحني. هو أنت مش بتمل من غفرانك ليا؟ الحقيقة بقى أن ربنا بيقابل كل خطيئة مني بغفران منه. الغفران الأبوي حاجة بترد الروح. ربنا يبارككم. الحلقة رائعة. شكرا يا هالة سامي. كمان انجي صامويل حلقة جميلة جدا موضوع اكثر من رائع. ربنا يبارككم. دكتور زكريا خادم الرب مجدي نسأل الله دايما برنامج رائع. انجي صامويل طمع حلقة جميلة وموضوع اكثر من رائع. طيب ناخد بنت الرب. الو معانا بنت الرب من اسيوط. اهلا بيك يا بنت الرب. اهلا وسهلا. وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. اتفضل يا حضرتك. حاضر. حضرتك انا انت بتتكلم عن غفران. تمام. انا ليا 4 سنين دلوقتي جوزي مش مسامحني وهو واخد مني عيالي 4 سنين دلوقتي. ففين الغفران اللي ربنا بيقول عليه؟ انا بعاتب ربنا وبقول له ليه انت بتعمل معايا كده؟ يا ترى ده صح ولا غلط؟ وكل شويه ببدع لجوزي على اللي هو بيعمله معايا. لا طبعا ما تزعليش مني هكلمك بصراحه. غلط. ايه ذنب ربنا يعني جوزك هو اللي ظلمك. ايه ليه نقول ان ربنا ظلمني؟ يعني هو الغلط من جوزك مش من ربنا. ربنا بيحبك وبذل المسيح على الصليب عشانك. فليه انت زعلانه من ربنا؟ طب ماشي. بس طب ربنا ليه سمح ان يبعد عني عيالي 4 سنين ما شوفهمش؟ هي دي تجربة من ربنا سمح يعني فيها. سؤال يا بنت الرب. هو ربنا هو اللي عمل كده؟ يعني ربنا قال في الكتاب ان الزوج ياخد عياله من مراته؟ يعني في وصية في الكتاب كده ولا مفيش؟ يعني اللي حاصل ده مش هو فكر ربنا. ربنا عايز الأسرة اما انا وبيتي فنعبد الرب. فانتي يعني متأسف برضه انا مش بدافع عن الله حاشا بس بقول لك الكتاب بيقول ايه. ما توجهيش يعني لا تصبي جام غضبك على الله لكن انت استفيدي من حب الله. قول له يا رب اللي حصل ده نتيجه لخطايانا، نتيجه لمشكله جوزي، نتيجه لاخد عيالي مني، نتيجه للحياه والشيطان اللي عمل المشاكل دي. لكن انت اصلح يا رب وانا بحبك وانت بتحبني. دي النقطه. يعني انا مش مبسوط طبعا ان جوزك ساب خد عيالك ولا فرحان. ده حزين معاكي بس انا بقول لك الغلط ان ده يخليني اروح انا اغلط يعني انسب لله غلط. في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله حماقه. الله ما له ذنب في اللي حصل. بنت الرب انا معاكي. اتفضلي. انا معاك.
ماشي بس حضرتك انا دلوقتي انا كل ما بفتكر الموقف طب هو ما جاش وسمعني او انا يعني ما خلانيش ان انا اتكلم او ادافع عن نفسي او يعني اقول له مبررات يبرئ نفسي لان هو ظلمني سمع كلام ناس. انا يعني انا ايه ذنبي في القصه دي كلها؟ يعني ليه اتحرم من عيالي؟ يعني انا معلش انا اسفه ان انا بتكلم بس لا بالعكس انا بشكرك يا بنت الرب يشهد المسيح امام الله انا متعاطف معاكي جدا وهصلي لاجلك دلوقتي واصلي معاكي وشكرا لاتصالك. وطبعا انت ذنبك فعلا ان عيالك اتاخدوا موقفك حرج. انا يعني الله في صفك وانا كخادم بتاع ربنا في صفك بس انا بقول لك ده اللي اقصده في البدايه انه يعني ربنا حنين عليكي وهو لصفك مش ضدك. انا الو يا بنت انا عارفه انا عارفه ان ربنا معايا وما سايبنيش بس انا لولا يعني انا عشمانه في ابويا السماوي انا واثقه ان هو يا سلام يعني يد ممدوده في كل حاجه وانا عندي ايمان بكده بس هو الضعف اللي فينا ممكن يكون انا يعني بضعف وبقول يا رب ليه وبعاتبه بس ده من حب ربنا انا واثقه ان ربنا يعني يده ممدوده في المشكله ديت. انا ما صدقيني يا بنت الرب قصدي فيما بعد يا الرب يقدر يعني يحل المشكله بطريقه معجزيه. امين. بس انا كلامي مش عايز يضايقك يا بنت الرب. انا كل املي انك ما تتحرميش من الاحساس اللي انت قلتيه في الاخر التعبير وانت بتقولي ابويا السماوي بتقوليها بنغمه كلها حب لله ده اللي اقصده واخده بالك ازاي؟ فالله بيحبك الله في صفك محرومه من عيالك هتلاقي تعزيتك في ربنا لغايه ما يحل لك المشكله وعيالك يرجعوا ويمكن جوزك يرجع في اسم الرب يسوع. امين. ممكن خليكي اتفضلي. انا عايزه اقول حاجه بس انا بتكلم بخصوص الغفران. انا لو هو سامعني دلوقتي انا بقول له سامحني زي ما ربنا سامحنا على الصليب وخد مكاننا. انا لو غلطت انا بني ادم ده لو هو شافني ان انا غلطت بس ربنا هو شايف ان انا مظلومه في كل حاجه هو ظلمني فيها وحتى ربنا قدامي هو ربنا شايف يعني كل حاجه قدامه. انا مش عارفه انا متلخبطه بس كل اللي انا بقوله ان هو ممكن يسامحني يعني يا رب يكون سامعك. يعني اديني عيالي انا محتاجه عيالي فعلا. حرام ان انا اتحرم من عيالي 4 سنين ويتحطوا في ملجا وما اعرفش عنهم حاجه. بجد انا فعلا تعبانه ليه بيعمل معايا كده؟ طب بتصلي معايا كده يا بنت الرب يا رب يسوع يا رب يسوع انا بشكرك بشكرك لانك بتحبيني رغم كل الظروف الصعبه انت شايف دموعي يا رب انت شايف دموعي يا رب وشايف احتياجي لاولادي يا رب وشايف احتياجي لاولادي يا رب اعمل في قلب جوزي يا رب وغيره يا رب اعمل في قلب جوزي يا رب وغيره وغيرني انا كمان يا رب غيرني انا يا رب واديني غفران اديني غفران يا رب اخ مجدي ارفع صلاه قويه لاجلها ولاجل زوجها ولاجل عيالها الاربعه في اسم المسيح. يا رب احنا بنعظمك لاجل اختنا اللي طلبت من قلبها غفران من شخصك. بنصلي كمان لاجل زوجها واولادها يا رب. يا رب مين يوصل للبيوت التعبانه واللي عدو الخير بيقسمها وبيشتت اللي فيها؟ مين يوصل للقلوب ومين يوصل للنفوس ومين يوجد يا رب سلام في البيوت الا شخصك الكريم؟ صلاه خاصه لاجل امتك ولاجل اولادها اللي اتحرمت منهم 4 سنين. بنصلي كمان اذا حاسه بظلم يا رب انت ظلمت فتذللت بصلي كمان ان هي تتغير تغيير الهي من عندك يا رب وانت قادر تعمل معجزه الهيه وتوصل لزوجها وتلم الشمل مره تاني في اسم الرب يسوع. امين امين امين. انا اسمح لي معلش يا اخويا مجدي بوجه رساله من هذا المكان كل مشاهد ومشاهده. عدم الغفران مؤلم. هنسمع من أخ مجدي في الأوقات القليلة اللي باقية في البرنامج. يا أخي اغفر لمراتك زي ما الله غفر لنا وإحنا اغفري لجوزك. أنا دخلت في مشاكل مع أسر لو كان الزوج غفر كان العيال بقوا قديسين. لو غفر مرة سواء هنا أو في أي مكان في العالم بيشاهدوني في ذهني بنت الرب بتكلم من أسيوط بس أنا في ذهني مئات القصص. أمين. اللي لو غفر الزوج أو غفرت الزوجة البيت كانت عدل. ادي فرصة تاني ادي فرصة تالتة يعني
ما تستغلش ضعف امرأتك أو ضعف جوزك وتنقضي عليه وتدخله في الانفصال والطلاق، مش دي طريقة ربنا. أنا عارف إن دي طريقة بعض المشيرين النفسانيين اللي بيستخدموا علم النفس في الحاجات دي، لكن طريقة ربنا المسامحة والغفران. يعني هي الأخت نفسها جوزها يسامحها، ودي حاجة مشاعر مشاعر جميلة محترمة الحقيقة. أكثر من محترمة. أرجو إن يكون زوجها سامع الكلام ده، ويعني زي ما ربنا غفر لي لازم أنا أغفر، زي ما ربنا سامحني لازم أنا سامح. طيب إحنا عندنا دقايق قليلة عن الغفران الأخوي، وهي قالت الأخوي هنا يعني لزوجي لمراتي لعيالي لقرايبي الجاري. عشان أغفر نمرة واحد لازم أصلي. أصلي صلاة من قلبي بإخلاص، ودي اللي قالتها سالي إنه أصلي إن ربنا يكشف له، أصلي من قلبي إن الرب يديني قوة ومعونة عشان أقدر أغفر وعشان أقدر أسامح. الحاجة التانية لازم ألتمس العذر. أصلي وألتمس العذر. معلش معانا إيمان من إسماعيلية ليها يمكن قايلين لي من ثلث ساعة، متأسف أمين. متأسف لو بقطعك يا خالص. اتفضلي يا إيمان، أهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور يا أختي إيمان، اتفضلي. ازيك يا أخي زكريا، يا ربي يباركك. الله يخليكي، اتفضلي. أنا في حقيقة عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأولاني شبيه بسؤال من شوية اتقال، إنه أنا لو حد أساء إلي أو أذاني في شغلي أو إحنا في الجامعة زميل في الجامعة أو جار من الجيران، نتيجة الإساءة أنا تحملتها، يعني طردت من شغلي أو سبت شغلي أو صاحب البيت اضطر يخلينا نسيب البيت بسبب إساءة الجار، أو اضطريت إن أنا في الجامعة أسقط في المادة اللي بسببها حصل مشكلة في السكشن مثلا، تمام. أنا هخبر لهذا الشخص، تمام، بس ممكن أنا ما زلت تحملت نتيجة غلطه، صح، فنتيجة إنه أنا اضطريت من شغلي مثلا، ده عامل لي مرارة، أنا اللي تحملت النتيجة لوحدي، فرقش معايا ان انا سبت الشغل، لكن فرق معايا انا فتحملت النتيجه لوحدي. مش عارفه هل اذا ده صعب اني اغفره، امين احاول، اذا حاولت وغفرت له مش قادره اصدق او مش قادره اتحمل اني كل ما افتكر الموقف وافتكر نتيجته اتحمله، ما بتوجع، فما بتوجع نفسي وجيعه الموقف نفسه، بحس ان انا ما غفرتلوش. وهل لو غفرت له لازم اروح ويعرف ان انا غفرت له ولا ما اقولوش؟ وبالتالي في تلك الحالتين اذا عندي سلام نتيجه غفراني ليه، انا لسه مش متمتعه بالسلام نتيجه الموقف اللي حصل، او ما زلت بعاني من اني سبت راحت عليا السنه في الجامعه، او سبت البيت اللي انا كنت قاعده فيه، او سبت شغل. بصي مش فارق معايا، في حين انه مش فارق معايا سواء غفرت له بقى او ما غفرتش، هو الحته دي مش فارقه. تمام. سؤالك فيك سؤالك محترم جدا، وفي كذا نقطة. نقطة انك انت او الشخص اللي اساء اليه احتمل مش مجرد اساءة، لكن نتائج منها نتائج مادية، منها خسارة السنة، حاجات كده. فكل ما بتذكر كده ده بيخليني اتجرح، او الادرينالين اللي طلع بيجرحني، فده بيذكرني بالموضوع. فهل ده غفرت له ولا لا؟ حاجة تانية لازم، هل اروح له ولا لا؟ انا بس هجاوب اروح له ولا لا، وبعدين اسيب الاخ مجدي يجاوب التاني. احنا قلنا، انا براجع بس، حسب مين هو. يعني ان اخطأ اليك اذهب اليه، ان اخوك اذهب اليه وعاتبه بينك وبينك وحدك. يعني متى 18 ده شخص عضو في الكنيسة، مؤمن حقيقي، خادم يعني شخص بيعرف المسيح، بيخدم معايا في الخدمة، غلط ليا بعاتبه. لكن لو أنا إنسان عادي، يعني زي ما قلت إرهابي مثلا، أو شخص حتى مسيح بالاسم بس شرير، أنا بسامحه لكن مش لازم أعاتبه. خليكي معايا، تقول إيه لفكرة أني بتتذكر الأخطاء نتيجة النتائج اللي حصل منه أو من الشخص التاني، نتائج رهيبة. هي أختنا إيمان أسعد قالت إن بيحصل لي مرارة. ما قالتش هي أسعد، هي من أنا عارف. فهي حصل لها مرارة نتيجة إنها بتتذكر، فهي لازم تطوي الصفحة دي. أنا بسامح وبغفر مرة وتطوي الصفحة، ما عودش كل يوم والتاني أدور ده عمل ده سوى ده حصل ده جرى. فدي بيسبب لي المرارة وبيسبب لي عدم تمتع بالسلام إلهي، أنا بتحرم من السلام.
في حين ان هو ممكن يكون عايش حياته كويس وطبيعي جدا وبينام وياكل ويشرب، وانا اللي تعبان. اختي ايمان انت معانا؟ يعني مجدي بيقول، اخ مجدي خادم الرب، انه بيقول انه انا اغفر وسامح وما خليش الجروح دي تيجي والمرارة علشان انا ارتاح كمان، لاني عدم الغفران بيؤدي اني انا زي ما حضرتك قلتي ما بيبقاش عندي سلام. امين يا دكتور، ما انا هغفر بس نتائج الموقف طول ما هي معايا انا مش حاسس بالسلام. لا النتائج الله يصلحك. بصي سلام الغفران ده، ما هو الغفران ليه نتيجه ونتيجته ان انا بتمتع بسلام الله. سماء بصي يا ايمان، يوسف افضل مثال للقصه دي. يوسف اخواته بهدلوه، يعني مش سنه ضاعت، 13 سنه في السجن من مراد فوتيفار، نتيجه برضو لان اخواته باعوه كعبد، الإهانة والعبودية كل ده. في الآخر النتائج قالت للخير، قال أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. فالمؤمن الحقيقي مهما كانت النتائج بتاع عدم إهانة الآخرين أو يعني ظلم الآخرين ليه، يقول أنه ده يقول للخير. شكرا أختي إيمان. وأكيد في تعويض من الرب، ظلمت ضاعت عليا سنة سبت شغلي، ممكن رب يرتب لي شغل احسن من الاولاني. تمام. يعوضني، فالتعويض عند الرب. تمام. انا مضطر اقرا بعض طلبات الصلاه اللي جاتني من كنترول روم نختم بيها. للاسف طبعا يعني في كلام كتير ما اتكلمناش عن الغفران الاخوي، لكن ان شاء الله نعمل حلقه كامله لان الموضوع ده يعني عايز حلقات. امين. فمعانا نبيل بولس، رب يبارك دكتور زكريا الاخ مجدي، عن موضوع هام جدا، رب يشفي القلوب المنكسره. أمين. نقرأ طلبات الصلاة بسرعة. أم رأفت، ألم مزمن في الرأس والرقبة. أم بيتر، صلاتنا من أجل عملية في رجلها، صلاة من أجل ابنها بيتر 12 سنة. ابن الرب، صلاة من أجل السكر وخلافات بين الأخوات. نادر عنده صديد وأملاح في الكلى قلنا. بنت الرب، صلاة من أجل مشكلة الميراث. بنت الرب تاني، صلاة من أجل ابنها في الثانوية العامة. أخت تاني سامح ونجوى، صلاة من أجل زرع بشر. نادر زكريا من أجل عناية مكرم قريبة لي، طلب الصلاة من أجل مرقس ومارينا للتصالح. تعالى ترفع إيدك وتصلي معنا في الدقيقة لأجل هذه الطلبات. أمين. يا رب احنا بنشكرك لأنك سامع الصلاة وإليك بيأتي كل بشر. يا رب نشكرك لأنك إلهنا الحي اللي قريب منا وتسمع لتضرعاتنا، وانت بتحس بينا وتشعر بينا. كل الطلبات اللي أمامك يا رب اللي قيلت سوى عن البيوت وعن الأمراض وعن المتاعب وعن المرارة وعن عدم الغفران، بنصلي يا رب انك توصل لكل نفس ولكل طلبة ولكل ألم ولكل وجع ولكل قلب مكسور ومجروح، وتتعامل معاملات خاصة في هذه الليلة مع كل هذه الطلبات يا رب في اسم الرب يسوع. أمين. أمين. عبارة واحدة للأسف احنا خلصنا وقتنا، بس عبارة واحدة أقولها للمشاهدين. أنا نفسي زي ما تمتعنا بغفران الرب لنا كمؤمنين، احنا كمان نطلق الآخرين ونطلق غفران إلهي من قلوبنا ليهم، ونغفر غفران من جوانا، مش غفران بالكلام لكن غفران من جوانا، ونتمتع احنا بالسلام ونتمتع احنا بالطمأنينة، وتتشال المرارة من جوانا ونعيش حياة مليانة بالفرح. أمين. رب ادينا طاقة ونعمة ومعونة عشان نعمل كده فعلا عملية. شكرا اخونا مجدي نسأل الله خادم الرب على هذه الحلقة المميزة جدا عن الغفران. ونوعد اخواتنا المشاهدين احنا تكلمنا اكتر عن الغفران الابدي والابوي، ولكن لنا حلقات تانية هنركز فيها على الغفران. أمين. الأخوي وغفران بعضنا لبعض، لأنه الحاجات دي عايزة تفصيل، وبعض الحاجات على الفيسبوك ما شرحناهاش. لكن لنا حلقات قادمة، وياريت تشرفنا مرات تانية أخونا مجدي. شكرا لكم أحبائي المشاهدين، يعني الوقت الجميل بيمر بسرعة. نترككم إلى حلقة قادمة من برنامجكم نارا نورا.